السلام عليكم أخواتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير. متابعة لما يحدث في الأيام الماضية بين إسرائيل وغزة، وجدت بعثة الأمم المتحدة أنه وفي الفترة التي أفضت إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصاراً يبلغ حد العقاب الجماعي، ونفذت سياسة منهجية وتصعيديه لعزل وحرمان قطاع غزة. أثناء العملية العسكرية، فقد دمرت المنازل والمصانع وآبار المياه والمدارس والمستشفيات ومراكز للشرطة وغيرها من المباني العامة، وبقية الأسر، بما في ذلك كبار السن والأطفال، تعيش وسط ركام منازلها حتى بعد مرور فترة طويلة على انقضاء الهجمات، ذلك أن إمكانية إعادة الإعمار غير واردة نظراً لاستمرار الحصار. ولقد خلف الأمر صدمة كبيرة، سواء على المدى القصير أم على المدى البعيد. إن عمليات غزة العسكرية كانت موجهة من قبل إسرائيل ضد شعب غزة ككل، وذلك تعزيزاً لسياسة شاملة تهدف إلى معاقبة سكان غزة، وضمن سياسة متعمدة من القوة غير المتناسبة والتي تستهدف السكان المدنيين. إن تدمير منشآت الإمدادات الغذائية، ونظم الصرف الصحي للمياه، والمنازل السكنية، جاء نتيجة لسياسة متعمدة ومنهجية لجعل الحياة المعيشية اليومية والحياة الكريمة أمراً أكثر صعوبة بالنسبة للسكان المدنيين. كما قامت القوات الإسرائيلية بإذلال السكان ونزع الصفة الإنسانية عنهم والاعتداء على كرامة الشعب في قطاع غزة، من خلال استخدام الدروع البشرية، والاحتجاز التعسفي، وظروف الاحتجاز الغير مقبولة، ونشر العبث والدمار في البيوت. إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المطلوبة بموجب القانون الدولي لتجنب أو تقليل الخسائر والإصابات في أرواح المدنيين والأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية. إن إطلاق قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً، والضرب المتعمد على المستشفيات باستخدام قذائف مدفعية ذات قدرة تفجيرية مرتفعة، كانت كلها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. إضافة لذلك، لم تسمح القوات الإسرائيلية للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى الجرحى وإمدادهم بالإغاثة الطبية كما يتوجب حسب القانون الدولي. إن استجواب المدنيين الفلسطينيين تحت التهديد بالموت أو الإصابة من قبل إسرائيل لانتزاع المعلومات هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة. إن الضرب المبرح والمعاملة المهينة والمذلة والاحتجاز في ظروف كريهة والتي عانى منها الأفراد في قطاع غزة، الواقع تحت سيطرة القوات الإسرائيلية كما ومن خلال الاعتقال في إسرائيل، كل هذه الأمور تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. انحصار إسرائيل لقطاع غزة يشكل انتهاكاً لالتزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. الإجراءات المتعمدة للقوات الإسرائيلية والسياسات المعلنة للحكومة تشير إلى نية لفرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة. إسرائيل أخلت بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالة الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات والأغذية والملابس التي كانت هناك حاجة ماسة إليها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين. هناك أدلة قوية على أن القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ارتكبت مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وبوجه عام، تسمى جرائم حرب مزعومة